السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة وهي جلاش الصوابع. طبعا بنجيب اول حاجة الشربات، كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية عليهم نص ليمونة وفانيليا. انا مجهزاها طبعا من بدري، سمنة جوز هند ولفة جلاش، ونبتدي مع بعض نشتغل. اول حاجة نجيب لفة الجلاش ونفتحها بالشكل ده ونقطعها ثلاثة. هنخلي جزء ونلف الجزئين التانيين ونحطهم في الكيس عشان ما ينشفش عبال ما نخلص الجزء الاولاني. بعد كده هنبتدي نشتغل بالجزء ده. نحط معلقة سمنة معلقة جوز هند نبتدي بالشكل ده. ده ونتني الحروف كده عشان الحشو ما يخرجش بره. نجيب الصينية بتاعتنا نرص فيها بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية كلها، بعد كده هنشوف. احنا كده خلصنا جزء، نجيب الجزء الثاني. نشتغل لحد ما نخلص المقدار كله. بعد ما خلصنا بالشكل ده نبتدي نحط عليه السمنه. انا ما دهنتش الصينيه سمنه في الاول، لان وانا بحط السمنه عليه كده كده السمنه بتنزل في الصينيه لوحدها، فمش محتاجه ان انا ادهنها. بعد ما نخلص بندخلها الفرن ونستنى نشوف النتيجة. كده الجلاش بتاعنا خرجناه من الفرن، نبتدي بقى نحطه في الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده كويس عشان يشرب، لان طبعا بيبقى ملفوف جامد فلازم يغطس كويس في الشربات علشان الشربات يوصل لقلبه. بنسيبه شوية في الشربات حوالي دقيقتين كده. بعد كده هنطلع الجلاش نحط في المصفى ونسيبه حوالي دقيقة. ونحط بقية المقدار في الشربات. بعد ما صفينا الشربات الزيادة نبتدي نرصه كده في الطبق. وده بيكون الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا النهاردة. ممكن نرش عليه رشة خفيفة كده جوز هند، يدي منظر حلو وشكل جميل. وبالهنا والشفا.